وحول هذا الموضوع أكدت السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين في اتصال هاتفي سابق سعي تمكين المستمر لطرح المبادرات الداعمة للكوادر والمؤسسات الوطنية بما يتماشى مع تطوير سوق العمل في مملكة البحرين. لله الحمد قطعنا شوط كبير في مجال دعم التوظيف واللي فاق عدد البحرينيين اللي تم دعمهم الداخلين الجدد بالتحديد لسوق العمل 8800 بحريني، بالإضافة إلى دعم التطور الوظيفي لأكثر من 12000 بحريني. فيما يتعلق بدعم المؤسسات، دعمنا لله الحمد أكثر من 5000 مؤسسة محلية، وشكلت نسبة المؤسسات الصغيرة المتوسطة 57% من إجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم. عقدنا الحمد لله اجتماع مع المجلس الأعلى للصحة، واللي من خلاله تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق الحزمة اللي تعد الأكبر من حيث المبادرات والبرامج الموجه لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، واللي نستهدف إن شاء الله من خلالها تقديم الدعم لأكثر من 700 بحريني في القطاع من الأطباء والممرضين البحرينيين من خلال 5 مبادرات مختلفة. طبعا هذه الحزمة جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المبادرات المتعلقة بزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني.